السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يحيى سلطان عوض الله، هو شغال معاكم هنا؟ انت تقرب له ايه؟ انا اخوه. انا بقالي فترة ما شفتوش حقيقة. شكرا. اخر مرة شفته في البر الغربي مع فول سياحي. تمام، شكر. السلام عليكم. تمام، السلام عليكم. لو سمحت. ايوه. انت جاي تسال عن يحيى؟ ايوه، انت تعرف عنه حاجه؟ انا احمد صاحبه وزميله في الشغل. وفي حاجه حصلت بس مش هقدر احكي لك عليها هنا. امال فين؟ قابلني بره بعد الشغل. تمام، انا لابد بره مستنيك، خد وقتك. ماشي. السلام عليكم. اخر مره قابلت يحيى كان جاي معاه راجل لابس جلابيه. شكله مش من اللوكسر، اول مره اشوفه معاه. ومين الراجل ده؟ ما تعرفش كان جاي ليه؟ يحيى كان جاي يسال عن خزنته اللي في الامانات. خزنة؟ كيف؟ ويحيى ليه خزنة عندكم؟ لا، بس هو شاور لنا جريف في الكلام، عشان كده قلت ليحيى وللراجل اللي يستنوا لحد ما تجيب لهم المفتاح. مفتاح؟ كيف مفتاح وانت بتقول ملوش خزنة عندكم؟ انا قلت كده لما يحيى شاور لي. بيني وبينك حسيت ان في حاجة غلط وان يحيى في خطر. شوية يحيى غفل الراجل وطلع بره الفندق. الراجل قعد يزعق وصرخ وعمل مشكلة كبيرة لحد ما جه المدير وجاب له الأمن. وهددوا انه هيبلغ الشرطه. الراجل ده وصل له كيف؟ ملوش اي بيانات عندكم؟ ملوش اي بيانات للاسف. بقول لك ايه؟ ما تكمل جميلك واديني نسخه من فيديوهات كاميرا المراقبه في اليوم ده، ينفع؟ عاملها كيف دي؟ انا لو عملت كده هقع في مشكله كبيره. لا لا لا، مشكله ولا حاجه. ساعدني عشان خاطري. يحيى اخوي في خطر، وانا ما عارفش اذا كان مخطوف ولا جراله ايه. لو يحيى غالي عندك ساعدني. غالي والله. هحاول. هحاول اجيب لك الفيديو ده. بس انا خايف اتأذي في شغلي. ربنا يكرمك. لا لا، ان شاء الله ما فيش اذيه ولا حاجه. وانا اوعدك ان مفيش حد هيعرف اي حاجه عن الموضوع ده. طمن. ربنا يستر. ربنا يستر. ان شاء الله يستر. ان شاء الله. شكلها جميله. آدم، الموضوع ملوش أي علاقة بيه. أنا فعلاً بعت لك رسالة عشان تيجي تدور على أخوك. أنا بعمل خير ومليش أي غرض تاني. قابلني بكرة وأنا هفهمك كل حاجة. أنا الرئيس علام اللي أنت هتدعبس عليه. اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watchit.com.